إذن سيدنا مرحبا بكل ملتحق بنا في هذا لون ديريكت مباشرة على شوف تي في اون ديريكت. حنايا كيف ما كنشوفوا حنا كنتواجدوا من أمام المختبر الجهوي لتشخيص الأوبئة والمحافظة على الصحة والبيئة في مدينة فاس في انتظار وصول اللقاح إلى مدينة فاس، كيف ما شفنا كيف ما تابعنا في باقي للايف المباشرة في مختلف المدن والجهات والأقاليم، فيتم توزيع كذلك لقاح على مستوى الوطني. يعني في هذه اللحظات غادي ستصل الشاحنة اللي القادمة من مدينة الدار البيضاء إلى المختبر الجهوي لتشخيص الأوبئة والمحافظة على صحة البيئة. احنا على المباشر وغنقلوا لكم هذه اللحظات ديال الوصول اللقاح الى المستشفى الغساني في مدينة فاس. لحظات قليلة وكتفصلنا على وصول الحافلة او عفوا الشاحنة للمحملة باللقاح لكل المغاربة فرحانين، وهذا خبر صار لفرح جميع المغاربة ان لقاح كورونا انه اليوم فيتم التوزيع على الجهات والاقاليم المملكة، وحنا كننتظروا من امام المختبر الجهوي للتشخيص بفاس لحظة وصول هذه الشاحنة اللي توصلنا يعني بالمصادر انها حطات الاقدام ديالها على شوارع مدينة فاس فهي في الاتجاه. لا ما تخش يا أستاذ. اذا كنعتذروا على انقطاع ديال الصوت. اذا كيف ما تنشوفوا في هذه اللحظات يعني 10 دقائق وستصل الشاحنه المحمله بلقاح كوفيد الى المختبر الجهوي للتشخيص الاوبئه والمحافظه على صحه البيئه. ما مشدوتش. اذا كان إذن في انتظار وصول الشاحنة اللي هي قادمة من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة فاس، وأخبار يعني سارة الساكنة كلها يعني المغاربة كاملين فرحانين بالوصول ديال هذا اللقاح اللي نتمناو الله يرفع علينا هذه الجائحة. كيفما كتشوفوا معنا دقائق معدودة وغادي يتم وصول الشاحنة المحملة بلقاح كوفيد إلى المختبر الجهوي للتشخيص. احنا كنعرفوا كذلك يعني من بعد وصول هاد الدفعة فالمغاربة كلهم فرحانين، وكيف ما غادي تشاهدوا معنا فغتكون آراء وابتسامات المواطنين والساكنة خصوصا بهذا الفرحة العارمة اللي الكل كان كينتظرها في واحد الوقت اللي هو وقت محدود. انتظار
ديال الوصول. اذا الكل كينتظر معنا اكيد في هذا اللايف، لحظات قويه، لحظات حاسمه في انتظار ديال الشاحنه القادمه من مدينه الدار البيضاء، واللي الوصول ديالها غيكون مباشره في المختبر الجهوي للتشخيص والاوبئه. كما كنعرفوا جميع المدن المغربيه فهي تسلمات او في طريقها للتسليم لهذا الدفعه الاولى. احنا دائما كيف ما عودناكم مشاهدينا فاننا دائما نقابلكم اخبار حصريه ودقيقه، تشوفوا اللحظات على المباشر، لحظات وصول يعني الشاحنه اللي كنظن على انها هي على المقربه ديال المستشفى. يعني كنسمع الجوافه ديال كذلك إذن في هذه اللحظات كما كنسمعوا معنا المشاهدين، لحظة وصول اللقاح إلى المختبر الجهوي للتشخيص والأوبئة بمدينة فاس، كما كتشوفوا معنا كذلك على المباشر. إذن في انتظار الوصول فكل الأجهزة الأمنية متواجدة هنا بالمركز المختبر عفوا الجهوي للصحة، عفوا المختبر الجهوي للتشخيص والأوبئة. إذن في انتظار وصول الشاحنة دقائق معدودة في التحاق الشاحنة. إذن لازلنا في انتظار وصول الشاحنة اللي توصلنا يعني بالخبر على أن الوصول ديالها على الطريق السيار باش توصل كذلك للمختبر الجهوي للتشخيص. كيف ما عودناكم فكل الزملاء يعني كانوا يعني في تواصل مع كل المواطنين المتتبعين من خلال لايف المباشرين على قناة شوف تيفي، وكيف ما شفنا الزملاء في الدار البيضاء ومراكش ومكناس وكذلك حتى مدينة فاس. لأن لحظات معدودة، لحظات معدودة والشاحنة في اتجاه المختبر الجهوي للتشخيص بمدينة فاس. كما كتشاهدوا معنا على المباشر، كيفما دائما كنعودكم على أننا دائما غادي نقابلكم من كل الأخبار الحصرية والدقيقة والمباشرة، كل الأخبار اللي هي سارة وكتهم كذلك كل المواطنين والمواطنات. إذن هذا هو المركز أو عفوا المختبر الجهوي اللي غادي يكون فيه اللقاح. إذن كيف ما كنشوفوا معانا على المباشر دقائق معدودة، مبقاش بزاف أنه كيشيروا لي أنه الشاحنة راها قربات كذلك المختبر الجهوي للتشخيص. وهذه فرحة عارمة لسكنة مدينة فاس وكل المغاربة، ونتمنى من الله يرفع علينا هذا الوباء ونرجع للحياة ديالنا اليومية بسلم وسلام. هذا شيء اللي فرح جميع المواطنين بعد ما تسلم المغرب أول دفعة من لقاح كورونا، واللي اليوم كذلك تم توزيع ديالو بمدينة الدار البيضاء، واللي توجه كذلك لمختلف المدن والجهات والأقاليم.
مرحبا بكل من تحق بنا اللحظة من خلال هذا البث المباشر وهذا البث الحي مباشرة على شوف تي في اون ديريكت. فالكل ينتظر وصول الشاحنات للمختبر الجهوي للتشخيص بمدينة فاس. أكيد بعد هذا اللايف غادي نخرجوا للشارع ناخذوا اعتصامات والفرحة ديال ساكنة مدينة فاس بعد وصول لقاح اللي كان لكل المغاربة كينتظروا فارغ الصبر والحمد لله. هادشي فرح كل المغاربة وكذلك فرح كل الساكن ديال مدينة فاس اللي حنا على المباشر وحنا كنتظروا وصول هاد الشاحنة اللي قادمة من مدينة الدار البيضاء. كذلك كما كنشوفوا فمدينة مراكش فتوصلات الشاحنة على سلامتها والله يرفع علينا الوباء ونرجعوا للحياة ديالنا اليومية بسلم وسلامة. لازلنا في انتظار وصول الشاحنة اللي دخلات على طريق السيارة بمدينة فاس في اتجاه المختبر الجهوي للتشخيص والأوبئة والمحافظة على صحة البيئة اللي هنا في هذا المختبر غادي توضعوا اللقاح. كنعرفوا يعني في استقبال هذه الشاحنة فكاين كل السلطات المحلية بمختلف مكوناتها لاستقبال الشاحنة القادمة من مدينة الدار البيضاء. إذن دائما كنرحبوا بكل ما التحق بنا اللحظة من خلال هذا البث المباشر. حنا لحظات كنعيشوها باش نشوفوا لحظة وصول الشاحنة القادمة من مدينة الدار البيضاء والمتجهة كذلك إلى المختبر الجهوي للتشخيص والأوبئة والمحافظة على صحة البيئة. إذن قبيلة قالوا لي بعض المصادر لأن الشاحنة دخلت على المدخل الرئيسي لطريق السيارة وهي في اتجاه المكان اللي هنا احنا كنتواجدوا فيه رفقة عدة يعني مصالح الأمنية كل الأمن الوطني والدرك الملكي وكل الأطر الطبية تابعين للمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس. أكيد أن الكل كينتظر من خلال هذا اللايف باش يشوف لحظة وصول كذلك الشاحنة اللي هي كانت قادمة من مدينة الدار البيضاء والمتجهة إلى مدينة فاس. احنا كنتظروها من خلال هذا البث المباشر واللي دائما الغاية ديالنا أننا هو دائما نقرب لكم جميع الأخبار الحصرية والدقيقة والمباشرة. وكيف ما عودناكم فدائما كنكونوا قراب باش نقربكم جميع الأخبار والروبورتاجات والبورتيات الحصرية اللي انتم كتسولوا عليها واللي انتم أكيد تكونوا متابعين معنا من خلال الروبورتاج اللي كنديره. اذا كنظن على ان الشاحنه فهي في الاتجاه لان كنسمع يعني الاصوات ديال كل يعني الكوكب الدرجي اللي مرافقين هذه الشاحنه. اذا كنظن ان رؤية غير واضحه كنظن ان لحظه وصول الشاحنة. ديرك ما كتسمع معايا الأصوات إذا كما كتشوفوا معنا على المباشر لحظات صار لحظة وصول الشاحنة القادمة من مدينة الدار البيضاء واللي كتحمل اللقاح. Thank you.
إذن هذه هي السيارة اللي كتحمل اللقاح على سلامتهم. صباح بخير. كيف ما شفتوا لحظة شاهدتوا معنا على المباشر لحظة وصول الشاحنة أو السيارة اللي كتحمل كذلك لقاح كوفيد واللي كانت قادمة من مدينة الدار البيضاء على سلامتهم. وهذا خبر صار اللي غادي يبشر جميع المغاربة وجميع المواطنين والمواطنين. إذا هنا مشاهدينا كنكونوا نحبسوا هذا اللايف وغادي نحط لكم الروبورتاج باش نعطيكم يعني جميع التفاصيل ديال لحظات وصول الشاحنه المحمله بلقاح كوفيد 19. كان معكم في هذا المباشر محمد الفريلي الزهري، نتلاقاو لايف واحد اخر. تبارك الله عليكم.